وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار. تأتي زيارة بلينكن وهي 11 للمنطقة منذ 7 أكتوبر من عام 2023 وما تلاها من عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار زيارة للشرق الأوسط تستغرق أسبوعا تشمل كذلك الأردن وقطر.